مع إلى الدكتور جهاد من القاهرة. دكتور، إذن إعلان الحكومة الألمانية عزمها التدخل كطرف ثالث في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وأنت استمعت إلى رأي ضيفي من برلين الآن. برأيك لماذا هذا التحرك الألماني؟ يعني بعد مساء الخير لك وللضيوف الكرام ولكافة المشاهدين، أعتقد بأن لا زالت ألمانيا تشعر بعقدة الذنب اتجاه ما ارتكب أثناء الحرب العالمية الثانية، ولذلك هي تحاول التكفير عن هذا الأمر، وأنا أتفق مع ضيفك من برلين. ولكن في سياق آخر، أعتقد بأن الحكومة الألمانية وأن ألمانيا التي تقدم سنويا 675 مليون يورو لدولة الاحتلال كنوع من التعويض، هذا الأمر الذي مر عبر عشرات السنوات، هذه المبالغ التي تقدم كدعم بالإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي الذي يقدم. وقبل يوم أمس كان هناك قرارا من قبل ألمانيا بتقديم قذائف المدفعية لاستخدامها من قبل الاحتلال في الحرب التي تشن على قطاع غزة. وفي بداية هذا العدوان كان هناك تزويد من قبل ألمانيا بطائرات عسكرية خاصة بألمانيا، والتي هي تستطيع أن تقوم بالمواجهة وتستطيع أن تطلق النيران وأن تصيب أهداف بعيدة المدى. كل ذلك هو يجسد في الموقف الألماني. ولكن ألمانيا عندما أرادت التدخل في هذه القضية في محاولة لإبعاد التهمة عن دولة الاحتلال وإبعاد حالة المقاضاة عن دولة الاحتلال، لإدراك ألمانيا بأن هذا الأمر سيفتح تاريخا أسودا، أولا على ألمانيا التي كانت بحرب إبادة وقتلت 80,000 من مواطني ناميبيا سواء من قبائل الهيريرو أو قبائل النابع، هذا الأمر الذي تحاول ألمانيا دفع أو دفن هذا التاريخ، علما بأنها قد استعدت لتقديم مليار يورو تعويضا لناميبيا أو لهذه القبائل عن الجرائم. أليس هذا تناقض وإدانة لألمانيا؟ اعتراف هي عملية من النوع التناقض، ولكن ألمانيا تريد طم هذا التاريخ أو دفن هذا التاريخ دون البحث أو دون التنقيب في مثل هذا الأمر، مما يفتح المجالات الأكثر في العديد من الدعاوي القضائية التي حدثت سواء أثناء الحرب العالمية الثانية، وشاهدنا الذي كان عدد الضحايا يفوق 10 ملايين في الحرب العالمية الثانية، بمعنى أن كان لألمانيا دور كبير. ونحن ندرك بأن كانت هناك سواء في فرنسا أو في العديد من الدول الأوروبية والاجتياح أو الاستعمار البريطاني الألماني وما ارتكب من مجازر بحق هذه الشعوب، حتى دفع الأمر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك لتقديم الدعم كامل إلى هذه الدول في مواجهة الغزو الألماني الذي كان يستهدف كافة المناطق والذي كان يرتكب العديد من المذابح والمجازر. وهذا يجعلني أذهب إلى الشق القانوني دكتور جهاد.